في مثلا ملكة جمال اللي هي ميس جراند، في ميس انترناشونال، في ميس دي ايرث. جراند دي اللي هي ملكة جمال الجدات دي ولا ايه؟ لا امال ايه؟ المسابقة الكبرى يعني. يعني هي جراند من كبرى. شيماء ميس اندرستاند. في ميس ايرث ملكة جمال الارض. في حاجات كتير يعني. مفيش ميس فود ملكة جمال الأكل ما اتعملتش ليه؟ صح، ممكن نعملها لك عادي. لازم. طب انا عندي سؤال، معلش يا استاذ. اتفضلي. هو انتوا بتفضلوا عايشين بالتاج ده؟ لا طبعا، يعني بتقلعي عادي؟ انا مش حابه البسه. ما تحبيش؟ طب هاتيه لو مش حابه عادي. ليه هتقلبك؟ خلي بالك.